مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. من تلفزيون جيبوتي يحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، ونبدأها بأهم العناوين. وزير العدل يقوم بزيارة عمل رسمية إلى المملكة المغربية. مقتل 50 مدنيا في هجوم بشرق بوركينا فاسو. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، بسم الله الرحمن الرحيم. في دار زيارة عمل قادته للمغرب، التقى وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد علي حسن بهدون في الرباط بنظيره المغربية السيد عبد اللطيف وهبي. وتأتي زيارة وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان إلى المغرب في دار ترسيخ أوجه التعاون وتعميق الشركات المؤسساتية من أجل خلق ديناميكية وجهودية ذات الأبعاد التنموية في عمقه، مع مراجعيات تاريخية للقارة. وتباحث الجانبان خلال هذا اللقاء أوجه الاستفادة المتبادلة بين تجربتين الجيبوتية والمغربية، وكذلك محددات العمل المشترك بين الوزارتين في مجال العدالة والإدارة القضائية. واطلع الزيد علي حسن بعضه على التجربة المغربية خاصة فيما يتعلق بالتشريع والقوانين. وفي كلمة له أكد السيد علي حسن بعضون وزير العدل أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات التعاون بين البلدين، مستحضرا الروابط الثقافية والدينية والحضارية التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما عرب عن أمله في استفادة من التجربة المغربية في مجال العدالة عن طريق تبادل الخبرات والتجارة في هذا الميدان. كما أكد أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لدراسة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال مكافحة الجريمة بكافة أنواعها. في شأن دبلوماسي، قدم سفير الجيبوتي الجديد لدى مملكة الهولندا السيد آدم محمد دليتا أوراق اعتماده إلى جلالة الملك ويليام ألكسندر كسفير فوق العادة ومفوضا لجمهورية جيبوتي لدى مملكة الهولندا. وأثناء مراسم تقديم الأوراق الاعتمادية الذي أقيم في قصر روفال في لاهاي، نقل سفير الجيبوتي تحيات فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي إلى جلالة الملك الهولندي. وعقد سفير لقاء خاصا بعث فيه مع الملك هولندا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية جيبوتي ومملكة هولندا، ولا سيما في مجال الموانئ والشراكة القائمة بين جيبوتي ومجموعة أمن شبرد الهولندية. وأخيرا ضرب جلالة الملك سفير الجيبوتي بالنقل تحياته الودية إلى رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وشكري على الدعم الذي قدمته الجمهورية الجيبوتي للاتحاد الأوروبي خلال تصويته في الأمم المتحدة بشأن القرار الخاص بالوضع السائد في أوكرانيا. في دار الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقية، عقد وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد إلياس موسي دولي اجتماعا ثنائيا مع رئيس البنك الافريقي للتنميه السيد اديسيانا برفقه الوفد المرافق له. وركزت المناقشات في هذا اللقاء على السبل والوسائل لتعزيز الشراكه المثمره. يواصل وزير الصحه الدكتور احمد روبلي عبدلي مشاركته الاعمال واعمال الدوره 75 لمجموعه الصحه العالميه والتي تعقد في جنيف خلال الفتره من 22 إلى 28 من مايو الجاري. وخلال هذه الجلسة أعين انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم خلال الجمعية في منصبه. وأدى الدكتور تيدروس اليمين أمام الجمعية وسط تصفيق حار. ثم وقع وزير الصحة رئيس الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية عقدا مع المدير العام المعاد انتخابه لمنصبه. وهذا وألقى وزير الصحة الدكتور أحمد الربلي عبدلي خطابه الرسمي حول الموضوع العام لجمعيتي، وهو هذا العام الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة.
وأشاد بالعاملين الصحيين للجهود المبذولة لمكافحة كوفيد 19، كما أشار إلى ضرورة استثمار اليقظة أو استمرار اليقظة للفيروس الذي يستمر في انتشار. وأعرب الوزير أمام الجمعية العالمية عن قلقها البالغ من الجفاف الذي تشهده المنطقة القاري الأفريقي وما يترتب عليه من عواقب وخيمة، كما أشار إلى أن الحالات الجذرية للخروج ظهرت مؤخرا في أوروبا وأمريكا وتنتشر حاليا في العالم وتتطلب مراقبة صارمة. وأشار الدكتور عبد الله إلى أننا نعيش في العالم لا يمكن التنبؤ به بالشكل، وقال إنه في مثل هذا السياق لا يمكن أن تستمر الجهود والكفاءة والصمود إلا بالسلام، واختتم بالتأكيد على أنه لا صحة بدون سلام ولا سلام بدون صحة. ترأس وزير المكلف بالمركزية السيد قاسم هارون علي اليوم أعمال الاجتماع التحضيري للنسخة الأولى لإجراء مركزية الامتحانات البكالوريا العامة لرؤساء الأقاليم لإعداد أول بكالوريا اللامركزية في المناطق الداخلية. وأقيم هذا الاجتماع بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ورؤساء المجالس الإقليمية وكبار المسؤولين في وزارة التربية والوزارة المكلفة باللامركزية. كما شكل الاجتماع فرصة لوزير اللامركزية للتلقي عن آخر الاستعدادات الجارية لإجراء عملية اللامركزية امتحانات البكالوريا في نسختها الأولى في المناطق الداخلية. وقدم رؤساء الأقاليم بدورهم معلومات عن الاستعدادات التي وضعها الفريق المكلف بهذه الإجراءات. نظمت وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة صباح أمس الخميس ورشة عمل تدريبية حول استراتيجية وخارطة الطريق لتنفيذ اتفاقية الفاو بشأن التدابير التي يتخذها الميناء لمكافحة أنشطة صيد الأسماك غير القانونية، وذلك بقاعة الاجتماعات في فندق شيراتون. وشكلت هذه الورشة التي استمرت لمدة 5 أيام فرصة للتعريف جميع الشركاء بمواضيع تدابير الميناء التي تهدف إلى مكافحة صيد غير شرعي وغير منتظم. وحضر هذه الورشة الأمين العام بالإنابة لوزارة الزراعة سيد علي دي الوعيس ومدير القسم الثروة السمكية بالإنابة سيد مصطفى حسن وممثل منظمة الأغذية والزراعة وشرطة الوطنية وخفر السواحل والبحرية الوطنية. هذا ورصد الكاميرا التلفزيون الوطني انطباعات مدير قسم الصيد والثروة السمكية بالإنابة السيد مصطفى حسن، حيث علق على أهمية هذه الورشة ورشة عمل تدريبية حول استراتيجية وخارطة الطريق لتنفيذ اتفاقية الفاو بشأن التدابير التي تتخذها الدول التي تمتلك الموانئ لمكافحة أنشطة الصيد الأسماك غير القانونية. وقال اليوم تدرقنا خلال هذه الورشة أهمية التكاتف الجهود بين مينائنا والموانئ الأخرى لحد من ارتكاب الصيد الغير شرعي، وذلك على مستوى الموانئ. ويعتبر الصيد غير القانوني وغير المنظم مشكلة تؤثر سلبا على الموارد الاقتصادية والطبيعية الهامة والاقتصاد العالمي والبيئة البحرية. قامت جمعية الشباب المتحدة بتنظيم عملية واسعة النطاق للنظافة ولتنظيف الطرق والشوارع الكائنة في بلدية بلعوص ولا سيما في حي إنجيلا ومركز حمودي. وانطلقت هذه العملية تحت الشعار نظافة بيئتي واجب وطني. وشملت هذه العملية التنظيفية من تقاطع إنجيلا ووصولا إلى مبنى حمودي. وقام بهذه العملية أعضاء من الجمعيات الشبابية والنسائية من الأحياء المختلفة لتنظيف هذه الأماكن. وشهدت هذه المناسبة مشاركة رئيس البلدية بلعوص السيد عبد القادر إيمان والنائب البرلماني السيد عيسى محمد. وتهدف هذه العملية وهي عمل وطني ومدني إلى مشاركة الشباب والنساء في عمليات النظافة، وتهدف إلى خدمة المجتمع وتحسيس التضامن بين الشباب والنساء والذين يعيشون في نفس الأحياء وفي بلديات مختلفة. وفي مقابلة أجرى معه التلفزيون الوطني عبر رئيس الجمعية الشباب المتحدة بتنظيم العملية واسعة النطاق للتنظيف والشوارع الكائنة في بلدية بلعوص ولا سيما في حي أنجيلا ومركز الحمودي، كما قدم شكري وامتناني على جميع المشاركين في هذه العملية الوطنية والنبيلة من الشباب والنساء من مختلف الأحياء في بلدية بلعوص، وعلى رأسهم رئيس بلدية بلعوص السيد عبد القادر إيمان.
في دار مشروع الدعم وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ومضاعفة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الداخلية، قام مسؤول الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية برفقة كوادر من البنك الإفريقي للتنمية بسيارة تفقدية إلى منطقة الدخل للوقوف عن قرب على أنشطة أعمال مشروع تعزيز البنية التحتية التي يتم تنفيذه في هذه المنطقة. وعقب وصول الوفد المؤلف من مسؤول الوكالة الجيبوتية للتنمية المجتمعية الADDS وممثل البنك الإفريقي للتنمية إلى محافظة، عقد اجتماعا مهما مع سلطات المنطقة وعلى رأس والي إقليم السيد آدم رار موسى ورئيس المجلس الإقليمي السيد مهد حسين. وجمعت هذه الزيارة التفقدية ممثلي البنك التنمية الإفريقي وكبير مسؤول من الوكالة. وعقب ذلك قام الوفد بجولة تفقدية إلى مواقع تنفيذ هذه المشاريع التنموية التي تنفذها الوكالة في منطقة الدخل لصالح السكان القادمين في هذه المنطقة، وتلقوا معلومات مفصلة حول هذه المشاريع وفائدتها للمجتمع. والجدير بالذكر أن الوكالة تمول 9 مشاريع من خلال صندوق التنمية المجتمعية الذي يترأسه المجلس الإقليمي، بما في ذلك خزانات المياه والسهاريج الجوفية والآبار. وفي كلمة لمدير العام لوكالة الجيبوتية للتنمية المجتمعية سيد مهدي محمد جامع، وألقى والي منطقة الدخل السيد آدم رار موسى كلمة في هذه المناسبة، تطرق حول مشروع بناء سكنة العناصر الدفاع المدني في الدخل، وقال إن مشروع هذه السكنة لرجال العناصر الدفاع في الدخل وهي مسافة 13,000 متر مربع وسوف تتكون من مكاتب ويقع في ممر هام، ولابد أن يكون مؤمنا للحوادث لتفادي المخاطر والحرائق، وهذا ضروري لإيجاد رجال عناصر الدفاع المدني، وأن أعمال الجارية ستنتهي في نهاية نوفمبر. في دار مكافحة تجارة غير شرعية قامت عناصر الجمارك في منطقة تجورة بعملية وسعة النطاق تهدف إلى مكافحة والحد من تجارة غير شرعية والبضائع المهربة. وفي هذا السدد تمكنت عناصر الجمارك وبالتعاون مع القوات المسلحة الوطنية المتمركزة في مدينة تجورة، تمكنت من إيقاف كمية كبيرة من القاطئ المهرب. ودوليا قتل 50 مدنيا الأربعاء في هجوم نفذه متطرفون في شرق بوركينا فاسو على ما أعلن الحاكم المنطقة الشرقية في هذا البلد. ومثل المناطق الأخرى في شمال بوركينا فاسو وشرقها، تتعرض منطقة ماداغوري لحصار المتطرفين الذين يشنون هجمات في هذه المناطق. ويأتي هذا الهجوم بعد هجمات أخرى سجلت أخيرا في ماداغوري ضد جنود ومدنيين، واستهدفت ثغرة عسكرية هناك ما أسفر عن مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين. بهذا النبأ الدولي تنتهي نشرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.